عرس ديمقراطي لجامعة الحسين بن طلال، وهو تكرار لسنوات سابقة. وحقيقة جرت الانتخابات بجو من الديمقراطية والمسؤولية، وكل شخص في هذه الجامعة كان له دور إيجابي في إنجاح هذه الانتخابات. نتمنى لطلابنا وأبنائنا وبناتنا كل التوفيق والنجاح، وما هذه التجربة إلا تمرين لهم لمستقبل مشرق إن شاء الله. في هذه المناسبة لا يسعني إلا أن أشكر جميع القائمين على العملية الانتخابية، وخصوصا عمادة شؤون الطلبة، العميد، نوابه، الموظفين، الحرس الجامعي، الخدمات، زملائنا العمداء في مواقعهم، رؤساء الأقسام، الموظفين الإداريين في كل مكان في هذه الجامعة. كل بذل الجهد المميز الذي أوصل هذه الانتخابات إلى درجة مميزة من النزاهة ومن الجد ومن الأمور التي توصل الطالب إلى الغاية المنشودة، وهي إفراز مجموعة من الطلبة قادرين على قيادة الجسم الطلابي إلى ما هو خير الجامعة وخير الطلبة. شكرا لكم.